رحنا التمرين وقفنا معاهم، بس لقينا مفاجاه لينا ان كان عيد ميلاد المدير الفني اولا السويدي، كان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي عملوا ليه احتفاليه. خلينا نخرج ونشوف احتفلوا ازاي بالمدير الفني وترجعوا لنا مره ثانيه. We have three very difficult games. احنا الفترة المقبلة فترة حاسمة، عندنا أربع مباريات هامة، علينا إن احنا نركز في المباريات المقبلة. كل مباراة تعتبر مباراة كأس لوحدها. عندنا رايحين نلعب أصحاب الجيات في الكأس، وبعد كده اسكندرية برضو يوم الخميس سبورتينج، وإن شاء الله نلتقي مع الزمالك في نهاية الدوري وتبقى لقاء حاسم إن شاء الله. I think after the African Championship we have all the players. وطبعا بالنسبة للإصابات لا ينقصنا طبعا غير كابتن الفريق إسلام حسن، وطبعا بيقود الفريق كابتن محمود فايز في غيابه. الإصابات المتنوعة يعني قابلة للشفاء في الفترات القادمة. كنا محتاجين الفترة دي من بعد بطولة أفريقيا إن إحنا نجمع اللعيبة ولعيبة المنتخب بالذات، وكانت فترة يعني عشان ما كانش فيه تجميعات للمنتخب بعد بطولة أفريقيا، فقعدوا فترة طويلة، فحصل انسجام للعيبة بالإضافة للعناصر الجديدة اللي تم التعاقد عليها زي عزيز. اول حاجه عايز اقول ان احنا الحمد لله الدنيا ماشيه بخطوه ثابته جدا الفتره دي، بنتطور ماتش عن ماتش، بنعلى ماتش عن ماتش. الحافز عند اللعيبه عالي جدا، خصوصا بعد ان احنا حاسين بسبورت يعني من الاداره. كابتن جوهر كان متواجد معانا بقاله 3 ايام، سبورت لينا يعني، وعلى طول بيتكلم ان مجلس الاداره واثق فينا وكده. اللعيبه ان شاء الله هتبقى قد الثقه. اللعيبه بتتمرن جامد، اللعيبه ماشيه في الماتشات خطوه نحو كل بطوله احنا داخلينها. يعني احنا الحمد لله دلوقتي كان في شويه مشاكل في الدوري، بعد الظروف اللي حصلت وكده الدوري اتجدد تاني، بقى في ملعبنا، بقى في ايدينا. الفتره الجايه احنا هنلعب على 3 بطولات، هو اهم 3 بطولات. احنا ما لعبناش على بطولات قبل كده، يعني دي لسه 3 بطولات بتاعتنا، الدوري وافريقيا بتاعت كاس الكؤوس وكاس مصر ان شاء الله. الفتره الجايه هتبقى فتره صعبه جدا على اللعيبه، في ضغوط كتير جدا علينا. كل اللي اقدر اقوله ان اللعيبه كلها مركزه، وان اللعيبه بتبذل اقصى جهد عندها ان هي تطلع اقصى حاجه عندها. يعني 3 ماتشات مهمين في الدوري، بلاد سبورتنج، الجيش، نادي الزمالك. 3 مهمين في مشوار الدوري، ان الدوري رجع الحمد لله تاني لينا، والفرصه بقت في ايدينا ان احنا نحقق المكسب في 3 ماتشات، نلعب ماتش فاينل مع نادي الزمالك على الدوري. ماتشين الكاس عندنا بكره ان شاء الله، نادي اصحاب الجياد ان شاء الله نعديه. هيبقى عندنا الاسبوع اللي جاي فاز بين سبورتنج والجزيره، ماتش مهم برضو. الماتشات الجايه كلها صعبه في وقت ضيق، الخميس الاثنين الخميس، فالماتشات كلها في وقت ضيق، بس احنا جاهزين لدوت وجاهزين للحمل دوت طبعا. بقياده الجهاز الفني كابتن اولى وكابتن روبرت وكابتن عمر وكابتن عبد الوارث، كان معانا كابتن يحيى يوسف طبعا، جاهزين للكلام ده كله وواقفين على رجلنا الحمد لله. الفتره الاخيره ماشيين بخطه ثابته، ماتش اليوبليس اديناه بماتش كويس، ماتش كان قوي اديناه بشكل كويس، حققنا الغرض المهروب منه. ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتشات الجايه، ماتشات كلها كوس طبعا، مفيش هزار فيها.